ملامح حظنا في يعني خطوات العمل، فقد بدأنا في جهود كبيرة يعني. الزملاء طبعا الموضوع حول مشاريع التربية الإسلامية. المبتدئ سيتحدث يأخذ في البداية تأهيل المشرفين الجدد، يكون مشرف جديد فسيكون يأخذ هذه الدورة. البرنامج التدريبي التخصصي سيأخذ المشروع الشامل لمعلمي التربية الإسلامية رقم واحد، طبعا هو مستويات، سنجد هذا المشروع يتكرر معنا. ثم في البرنامج التدريبي التطوير المتقدم سيأخذ الأساليب الإشرافية، ما شاء الله أنا مشرف جديد يعني، وسيأخذ برنامج إضافي في إدارة الوقت. صحيح. عموما كونه مشرف لابد أن يكون ملم بهذا الجانب. في مرحلة النامي سيأخذ برنامج التدريبي التأسيسي التعلم النشط، ما شاء الله. في جانب التخصصي سيأخذ المشروع الشامل اثنين في نفس المجال اللي أخذه في المرحلة السابقة. وفي البرنامج التدريبي التطويري المتقدم سيأخذ بناء المفاهيم، ونعطيه برنامج إطرائي في فن التواصل، ما شاء الله. ثم في مجال الماهر سيأخذ التخطيط التشغيلي، لأنه أنا أصبح في الإدارة العليا نتكلم عن التخطيط التشغيلي. ثم سيتكلم عن المشروع في التخصص سيأخذ المشروع الشامل رقم ثلاثة. ثم نتحدث في التطوير المتقدم عن التقويم المبني على الأداء، ونعطيه في الإثرائي الكوشن. ثم في الجانب الخبير أصبح الآن خبير في الإدارة العليا، سنعطيه التخطيط الاستراتيجي. وفي المجال التخصصي بحث الدرس ومجتمعات التعلم المهنية. وفي التدريب التطوير المتقدم سنعطيه برنامج إدارة الاجتماعات، لأنه أصبح يعني مسؤول وإدارة عليا، ونعطيه برنامج إثرائي في حل المشكلات. هذا ما توصل إليه الزملاء، ونأمل يعني أن يستفيد بقية المجتمعات من هذه المعلومات. شكرا جزيلا. ما شاء الله ما شاء الله.